ايه سلامات يا حلوين، اليوم درسنا عن health. هنتعلم بعض الكلمات، حاولت اجيب الكلمات اللي بتستخدم بالاكسيدنتس وبالامرجنسي، وحتى نمبر وان لانه ان شاء الله ناوي اعمل كم درس بهالموضوع هذا. اول كلمة جديدة هي sprain. هلا انا حطيت لكم المعنى بالانجليزي، طلعته من الديكشنري. يمكن صار الوقت انكم انتم تستخدموا الديكشنري انجليزي انجليزي، يعني حاولوا تستخدموا انجليزي انجليزي. منه بتتقوى الكلمات تبعكم، منه الشرح بيكون دقيق والمعنى بيجي بدقة اكثر من العربي. سبرين اللي هي الالتواء، اذا حدا ستريتش شد او تير يعني مزق الديد تيشو that limits the movement of a joint in the body. اذا حدا تمزق الانسجة بتحد الحركة limits the movement بتحد الحركة تبع الجوينت تبع المفاصل في الجسم. My dad fell and sprained his knee. والدي وقع ولوى ركبته. He twisted his ankle and suffered a bad sprain. هو لوى الكاحل تبعه وعانى من التواء سيء جدا. لاحظوا sprain هون اجت فعل sprained بالماضي، وsprain هون اجت كاسم كنوع. crutch اللي هي العكازات اللي بتنحط تحت الباط بسموها crutch. A stick with a piece that fits under or around the arm, which someone who is having difficulty walking leans on for support. كان هي عصاي بتنحط تحت الارم تحت الذراع او حوالين الذراع بتنحط. Which someone لشخص who is having difficulty walking leans on for support. Leans on for support. عنده مشكلة بالمشي طبعا. Leans on يعني بميل عليها لحتى يحصل على الدعم. For support للدعم. Marty was on crutches for 6 weeks when he broke his leg. أنا هدول كلهم أخذتهم من الديكشنري. بلاستر اللي هي الضمادي أو الضماد، بلاستر للزي الطبي، هون بيقولوا لباند ايد. باند ايد هي الماركة، باند ايد المعمل اللي بيساوي الباند ايد الماركة. هي عمليا هي بلاستر، باند ايد هي الماركة، يعني مثل نحن بسوريا مثلا بيقولوا كلينكس اللي هي الماركة كلينكس، بس هي التشو. نفس الشيء هون الباند ايد هي الماركة، البلاستر هي اللزقة الطبية. A small piece of a sticky cloth يعني قماش، قطعة قماش. Sticky يعني لزجة، بتلزق لزجة. Or plastic that you use to cover and protect a cut in the skin. تستخدميها لحتى تغطي وتحمي الجرح اللي موجود على الجلد. Put a plaster on it so that it doesn't get infected. عم تقول له حط بلاستر on it عليها حتى ما تنصاب بالالتهاب infected get infected تلتهب. اوكي okay.
options are in a cast or plaster cast. A plaster cast. Britain, UK, بيقولوا a plaster cast. الأمريكان بيقوموا بيقولوا بس cast. In a cast أو in a plaster cast. اثنين صح. هاي تستخدم بأمريكا. الكلمة الثانية تستخدم ب بريطانيا. الشرح تبعها if a part of your body is in plaster, it has a plaster cast around it to protect it while a broken bone repairs itself. يعني بحطوا هالكاست الجبيرة لحتى حوالين العظم المكسور حتى العظم هو لحاله بيصلح نفسه بيلتحم. My leg was in cast about 6 weeks. ساقي كانت بالجبيرة لمدة 6 أسابيع. Sling. بصراحة ما لقيت لها معنى بالعربي. أكيد لها معنى بس أنا ما بعرفه. Sling هي الدعامي اللي بحطوها حوالين الرقبة مشان ما يصير في حركة إذا الإيد مصابة أو مكسورة ممكن يحطوا لها الدعامة هاي سلينج. ما بعرف بالضبط معناتها بالعربي. A sling is a piece of material tied around the neck and providing support for a broken or damaged arm while it heals. بينما هي heals تشفى. They put his arm in a sling. حطوا زراعه بهي السلينج. I had my arm in a sling for 6 weeks. أنا كانت زراعي بالسلينج في لمدة 6 أسابيع. Bruise. انتبهوا هون تنكتب ISE بس هي من اللز. Bruise اللي هي الكدمة. إذا حدا انطرق بيطلع له بصير عنده كدمة بالجلد. هي a place on a person's skin. هي على جلد الشخص that is darker from bleeding under the skin بسبب هي أغمق بتكون بسبب البليدنج بسبب النزيف اللي بيصير تحت الجلد usually from an injury عادة من إصابة. My little boy fell off his bike. ابني الصغير وقع من على الدراجة and has a bad bruise on his shoulder. وصار عنده كدمة سيئة bad bruise on his shoulder على كتفه. I've got a big purple bruise where I hit my leg against the corner of the table. صار عنده big purple bruise. صار عنده كدمي purple نهدة على نهدة غامق بتصير لأنه من الدم اللي بينزل تحت الكدمة وقت where and يعني بمكان my leg I hit my leg against the corner of the table وقت بمكان أنا ضربت رجلي بزاوية الطاولة فطلعت له كدمة. Faint اللي هو يغمى عليه إنسان. Faint اللي هي
إذا حدا أغمى عليه to suddenly become unconscious. كمان يمكن هاي الكلمة جديدة unconscious، فجأة بصير الإنسان فاقد الوعي for a short time، لمدة قصيرة usually falling down، وبيسقط الزلم يعني بيوقع على الأرض. He faints at the sight of blood، أغمى عليه من منظر الدم، أو عادة هو simple present he faints at the sight of blood، يعني كل ما بشوف دم بيغمى عليه. He faints at the sight of blood. I nearly fainted in the heat. كدت أن أفقد الوعي في الحرارة. الحرارة كانت عالية كتير، شوب كتير، حر كتير. I nearly fainted. اوكي، وقت نضيف الاي دي بدنا نقولها fainted، بدنا نحط نقعد سيلابل هون ونقولها اي دي. ستيتش اللي هي الغرزة، الغرزات تستخدم بالخياطة، وبتستخدم كمان بالأمور الطبية لما بخيطوا الجرح. الغرزة A length of special thread، thread يعني خيط، special thread يعني خيطان خاصة معينة، used to join the edges of a deep cut in the flesh، يعني بيستخدموها لحتى يجمعوا الأطراف إذا في جرح عميق. الفلاش اللي هي الدم الحيوي الحي، الدم الفلاش اللي هو اللحم الحيوي، مو اللحم اللي بتاكل، الفلاش إنه الإنسان، الجسد تبع الإنسان، اللحم تبع الإنسان، الفلاش. Her head wounds needed 50 stitches. Her head wounds needed 50 stitches. يعني الجروح اللي براسها needed، احتاجت بالماضي 50 stitches، 50 غرزة. انتم متخيلين الجروح اللي صارت؟ wounds، كمان هاي احفظوها wounds. He got hit with a broken bottle. He got hit with a broken bottle. لقد ضرب بزجاجة مكسورة. And needed 5 stitches in his cheek. واحتاج لخمس غرز بالتشيك تبعه، بخده. اوكي، نيجي للكلمة اللي بعدها. Scar اللي هي الندبة اللي بتصير نتيجة الجرح أو نتيجة حرق، بصير scar، ندبة. A mark left، A mark علامة، left on part of the body after an injury such as a cut has healed. healed يعني التحمت والتأمت. اوكي، that burn will leave a bad scar. هالحرق حيترك ندبة سيئة، أثر نتيجة الحرق. ممكن نقول a prominent scar، ندبة بارزة. ممكن نقول a noticeable scar، يعني ندبة ملحوظة، أو ugly scar، bad scar اللي هو. First aid هي إسعافات أولية. First aid kit اللي هي علبة الإسعافات الأولية، هي لازم تكون موجودة بكل بيت، وينصح كمان بالسيارة. A box or a bag or bag containing، يحتوي basic medical equipment، على معدات طبية أساسية such as bandages and antiseptic cream،
كريم يعني مطهر أمعاء. كتبتها بالأحمر لأنه بدي ألفت نظركم على، أكيد بتعرفوها، أو إنه لما منضيف أنتي للكلمة بتصير بمعنى opposite or against. جبت بس الكلمات الطبية لأنه درسنا عن الطبي. anti-inflammatory مضاد للالتهاب، anti-inflammatory مثل الأسبرين مثلا، anti-inflammatory medicine. أوكي. antibacterial مضاد للبكتيريا، هلا كثير بتلاقي بالصابون صار شغلة كثير صارت منتشرة، انتي بكتيريا مضاد للبكتيريا، بيقتل البكتيريا. انتيبيوتيك اللي هي المضادات الحيوية، انتيبيوتيك. انت اسيد احيانا بيقولوا بيختصروها ما بيحطوا الاي، بس بيقولوها اذا كان بدك تبع الحموضة نفس الشيء. فممكن تكون تجيب غير كلمات كثير، انتي سوشيال ممكن، بس انا اخترت الكلمات الطبيه. شيتوك عفوا a bandage out of the first aid kit. هي اخذت bandage اللي هي الضماده اللزقه out من ال first aid kit، من عدة الإسعافات الأولية. نجي للهومورك. الهومورك بدكم تجاوبوا على هالأسئلة هاي، أكيد ما حتكونوا مصابين يعني بكل هالأمراض أو صار معكم هالأمور هاي كلياتها، بس أنا حابة إنكم تجاوبوا يس، أو إذا بدكم تحكوا عن شخص تاني صارت معه مو مشكلة، بس هو الأسهل إنكم تجاوبوا عن نفسه اللي هي هاو. بدي اياكم هي هاو تشرحوا، ما بدي اياكم تجاوبوا لا وراحت الهاو، لا بدي اياكم تجاوبوا ايه حتى لو ما صارت معكم. Have you ever sprained your wrist؟ هل سبق لك والتوى معصبك؟ How؟ كيف؟ Did you wear a sling؟ هل ارتديتي سلينج؟ فعنا 10 اسئله بدي اياكم تجاوبوها، وبدي الهدف من الوظيفة إنكم تجاوبوا جملة مفيدة يعني جملة كاملة. هلا بالكلام ممكن تقولي تجاوبي يس، لما حدا يسألك تقولي يس وبتسكتي، بس لا، الهدف هون هومورك بدي إياكم تجاوبوا جملة كاملة وصحيحة، وبدي إياكم حتى لو ما صارت معكم الشغلة تقولوا هاو عشان تشرحوا how. Okay. Do you have a first aid kit at home or in the car? مثل ما حكينا بدي جملة كاملة وصحيحة. Can you name four things usually found in a first aid kit? Have you ever fainted or felt faint? Why? What happened? نفس الشيء هون. لو ما صارت معكم من قبل بدي اياكم تقولوا ايه وتتخيلوا why، ليش، لماذا، لما، وشو صار. ممكن الواحد من الحرارة، ممكن من شفط الدم، ممكن من ممكن من الجوع. الواحد ينخفض السكر تبعه، ينخفض ضغطه اللي هو. Do you have any scars؟ How did you get them؟ هل عندك أي ندوبات؟ كيف وصلت حصلتي عليها؟ معلش لو ما عندك ندوبات قولي يس. الهدف هو التعلم، وليس هدف إنه أنا أعرف معلومات صحيحة تبعك. أو ممكن تقولي لا، وابني عنده سكارز وصار معه السكارز هيك وهيك وهيك، صار حرق إيده هو عم يكوي، حرق إيده، ضلت معلمة، صار عنده دارك، يعني ممكن كمان تصفولي السكارز، عشان هيك حطيت لكم بعض الوصف.
Have you ever had a cut which needed the stitches? How many stitches did you have? Have you ever needed the crutches? Why? How long did you need them for? Have you ever worn a plaster cast? Why? What happened? طبعا plaster cast هون هي الجبيرة. مثل ما حكينا بيقولوا cast بالأمريكي plaster cast بالبريطاني. What happened? Did your friends write on it? هون في عادة بيكتبوا الأصدقاء بيكتبوا على الجبيرة. Do you bruise easily? How long does it take for your bruise to heal? Usually. في ناس أقل طرقات دغري بيطلع لهم كدمات. When you need to take a plaster off, do you pull it slowly or rip it off quickly? حاولوا تجاوبوا على هالعشر أسئلة لهم بيخلص الدرس. موفقين. سلامات.